استفادتنا من هذه البطولة حتى الآن عاملة إزاي؟ كبيرة طبعا. أصلا الوجود في محفل زي ده مهم جدا تسويقيا، وعلى مستوى الكوره انت بتلعب مدارس مختلفه وبتلعب مستوى طبيعي، يعني انه بيكون اعلى منك او على الاقل في مستواك، فانت بتجرب نفسك وبتختبر نفسك في حتت كويس، واسمك دايما موجود وسطهم، انت بتاكد دايما ان انت نادي كبير وموجود. البطوله دي لما انتظمت من 2005 لحد النهارده احنا نص البطولات موجودين فيها، فاحنا يعني بنرسخ تاريخ مهم جدا. مفيش نادي تاني، حتى الأندية اللي وصلت نهائي وخدت فضة في مرة، كل نادي راح مرة اختفت، لما انت دايما موجود والتسع مشاركات انت ست مرات منهم في السيمي فاينل، فانت تاريخ الإرث ده كبير جدا ومهم جدا ومش سهل خالص على أي نادي تاني، بدليل ان محدش حققه إلا النادي الأهلي. فاحنا استفادة كبيرة جدا فنية، استفادة كبيرة جدا تسويقية، استفادة مادية طبعا، فعلى كل الأصعدة المشاركة في البطولة دي مهمة جدا. على الأقل يعني على قدر الله حصل حاجة إن شاء الله يزيد، إن شاء الله يزيد بإذن الله. النص ده بيعمل مبالغ دلوقتي. طيب اتفضل أيمن. لا طبعا يعني كون زي ما صبري كان بيقول، كون إن إحنا موجودين دي كمان، ده هنتكلم في تالت مشاركة ولا رابع مشاركة على التوالي، رابعة على التوالي في السيمي فاينل، الأربعة كده ورا بعض في السيمي فاينل، ده حد ذاته انجاز. الفيفا النهارده على فكره الفيفا بتبرز الارقام دي، الناس بس هنا تركز تقول لك ايه، اصل الاهلي اكتر فريق خسر، ما احنا اكتر فريق شاركنا ونلعب من اكثر الفرق اللي كسبنا 10 مرات اللي بعد ريال مدريد، بعد ريال مدريد ومن اكتر تاني اكتر فريق سجل اهداف في البطوله بعد ريال مدريد. الناس ما بتتكلمش، تقول لك اصل لا الاهلي بيروح فبيخسر، فلا ما احترمش. طب روح انت اقول له، طب روح انت الاول، اوصل زينا واخسر زينا واخسر بالظبط كده. لكن احنا النهارده النادي الاهلي وجوده في المحفل ده النهارده، واحد زي انفانتينو لما على طول يتكلم، هو عارف افريقيا مين رقم واحد، بيعرف النادي الاهلي. العالم كله النهارده لما بيجي يعمل كفرج عن افريقيا اول حاجه بتيجي في ذهنه النادي الاهلي. شفنا جوارديولا وهو بيتكلم في المؤتمرات الصحفيه قد ايه هو على علم، قال لك انا كل ما كنت في مصر هنا في الاجازه الناس كلها بتتكلم عن النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي، وازاي هو ممكن لما يلاعب فرق اوروبا يبقى ند قوي ليهم وعنده شعبيه كبيره. النهارده بنشوف صحف اسبانيا، صحف البرازيل، يعني قارات مختلفه بتتكلم عن النادي الاهلي. فالنهارده انت ده في حد ذاته انتشار جيد، حاجه جيده. العالم كله دلوقتي يعرف افريقيا النادي الاهلي. ليه يعرف افريقيا النادي الاهلي؟ لان النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا في افريقيا، هو الاكثر تواجدا في المحافل العالميه. الميداليه البرونزيه للناس برضو في الفتره الاخيره حاسين وكان في تقليل، احنا كلنا كنا بنحلم بالفضه، مش هنكذب عن كده، او بنحلم بالتواجد في النهائي من 2005 لحد النهارده، اكيد كان نفسنا ان احنا نشوف النادي الاهلي في النهائي. صحيح. ما حصلش. صحيح. لكن النهارده ما حدش يجي يقول لي اصل الميداليه البرونزيه مش انجاز، لا الميداليه البرونزيه انجاز، لان دي ميداليه عالميه. الناس اتعودت بس يا ايمن. صحيح. احنا فعلا عشان تعودنا ان احنا بنشوف الاهلي في المركز الثالث اللي هو مباراه المركز الثالث، فخلاص يعني ده حاجه عاديه. لا الوصول للحته دي مش سهل، لان قبليها انت خدت شوف خطوات قد ايه في افريقيا وعانيت في مشوارك قد ايه، الدوري بدايه من الدوري المصري بالظبط كده. فانت النهارده لا لما بتتوج مجهودك بميداليه حتى اللي هي البرونز المركز الثالث، لا دي برضو تتويج حلو لمشوارك. النهارده هيحسب لهذا الجيل انه خد ثلاث ميداليات من اربع محاولات مشاركات. كمان الجيل ده رايح، يعني احنا في الحلقه هنتكلم عن كاس العالم الكبيره اللي هي بتاعه 2025، فالنهارده انت هتبقى رايح ودايما الارث ده دول ثالث العالم، وهنتكلم عن السنه الجايه هنتكلم برضه. لا هنتكلم عن دي في التفاصيل، ولكن استفاده كبيره. عملنا بطوله كويسه فنيا كمان، بس كان مشكله اهدار الفرص هي اللي عندتنا في فكره الوصول للفاينل، ولكن لا مشاركه مميزه جدا وحلوه جدا، ومن البطولات واللي دايما هنفتكرها بالايجابي قبل السلبي. طيب عشان نفتكر البطوله ان شاء الله بالايجابي، ان شاء الله محتاجين نكسب ان شاء الله يوم الجمعه. الفريق الياباني، وين الكره اليابانيه عامه ليها مدرسه خاصه شويه وليها طابع خاص شويه، وكنت يمكن قبل الهوا بسألكوا لو احنا بالمستوى الطبيعي للنادي الاهلي والفريق الياباني بنفس المستوى الطبيعي، الكفه لصالح مين؟ يعني اعتقد لا الكفه تبقى لصالحنا طبعا
ده لو زي ما حضرتك قلت كده، لو احنا في حاله، لو احنا في افضل حالاتنا هم في افضل حالات. طبعا احنا دلوقتي لاعبين ثلاث ماتشين اقوياء جدا، هم برضو لعبوا ماتشين في ضغط، فما تضمنش بكره الحاله مين اللي بقى اكتر فايق اكتر. ولكن لا، الفريق الياباني اعتقد حتى كبطل اسيا مش بقوه الاتحاد انا من وجهه نظري، ممكن يبقى اقل حاليا. كمان الحته بتاعه التنشنه، ان انت المواجهات العربيه، احنا عارفين المواجهات العربيه حتى لما بنلعب في افريقيا عند مواجهات شمال افريقيا بتبقى اصعب، فانت لما بتلعب فريق يعني ياباني الحساسيه ما بقاش فيه قوي، فممكن الامور تبقى هاديه في الملعب، فتقدر ان انت تلعب بشكل افضل من غير ضغوط. خلاص اعتقد ان احنا تخلصنا من الضغوط دلوقتي، بنلعب على مجد جديد، فكره البرونزيه، فدي فرصه. لا النهارده فرصه، الفريق الياباني ما اظهرش حتى الان ما يعني ما يخفنا يعني او يخلينا قلقانين من المباراه يعني.